بص يا خالد، كل الحاجات اللي انت قلتها دي مفيش فيها اي مشكله خالص. احنا اهم حاجه دلوقتي عايزين نمشي في عبر عشان نطلع. خالد نمشي في عبر يا خالد. خالد بصراحة يا دكتورة، أول ما شفتك وأنا ما حسيتش بآلام ولا حسيتش بوجع ولا بأي حاجة. برضه يا خالد عايزين نطمن، محتاج أدوية، محتاج تحاليل، محتاج أشعة، أي حاجة نطمن. أنا محتاج أي ولا أشعة ولا أدوية ولا أي حاجة، أنا محتاج بس حاجة واحدة بس، أؤمري يا خالد، إن أنا أشتغل عندك إن شاء الله، حتى بتمشي أقف على الباب أفتح لي العيانين، أهم حاجة بمشي أقف جنبك. أنت متجوز يا خالد؟ أنا بصراحة كنت متجوز، بس أول ما شفتك حسيت إن أنا مش متجوز خالص. يعني مراتك لو سمعت الكلام ده مش هتتضايق؟ تتضايق؟ تطالبه بالدنيا تعمل اللي هي عايزاه. طب بص يا خالد، أنا لا دكتورة ولا أي حاجة، إحنا بنصور في برنامج والكاميرا هناك أهي. ومال الكاميرا هناك؟ أنا عايزك بجنبي، ماليش دعوة بكاميرات ولا بتاع، أنا واصل. انا عايزك تريح على الاخر. حاضر. ريح على الاخر. حاضر. ايوه طب حاسس؟ انا كده لا لا انا هعمل خلاص. انا هعمل ايوه ايوه طب صوت الجرافات بقى ممكن الزراير بس؟ لا ما ينفعش، اكشف ازاي بقى؟ لازم تفكر عشان تبقى براحتك كده. صوت الجرافات زراير كمان، يفك الزراير كمان. حاضر. كمان مالك مرتبك كده ليه؟ لا ما مش مرتبك ولا حاجة. امال مالك فيه ايه؟ مش حاجة. ايه خد نفس، نفس كمان. في حاجة يعني هتوجع؟ لا مفيش حاجة يعني. مفيش حاجة، مش عايزة تتوجع خلاص. مالك في حاجة؟ مفيش حاجة. ما انت مرتبك كده مش مرتبك ولا حاجة. مش مرتبك؟ لا مفيش حاجة ده. أكيد. أكيد. طب ممكن نكشف على الظهر؟ ممكن من فوق القميص. لا ما هكشف من فوق القميص ازاي؟ معلش. لا ما ينفعش. حاضر. شيل القميص. إذنك. قول آه. كمان في حاجة هنا بتوقع؟ مفيش حاجة. فينك في ايه؟ مفيش حاجة. أمال ايه؟ مفيش حاجة. أنا لسه ما كشفتش. لا خلاص أنا خفيت. خفيت ايه؟ أنا خفيت. أنا خفيت. خفيت؟ خلاص خفيت. خفيت؟ الحمد لله خفيت، ده كان شوية تعب ورهاق، يمكن سفر. أكتب لك شوية مقويات؟ لا الحمد لله أنا اتقويت. مقويات في الشفا؟ أنا اتقويت خلاص. شوية مقويات؟ اتقويت. شوية مقويات؟ اتقويت. خلاص الحمد لله. طب الشكل؟ خد شوية. شوية مقويات؟ لا خلاص. شوية مقويات؟ لا خلاص الحمد لله، أنا اتقويت.